مو على الحساسيه ديال هذا الفصل، هي حساسيه ربيعيه ولا حساسيه ديال البولين. الا جينا نشوفوا ونعرفوا الناس ونقربوا الناس بالاعراض ديالها، بما ان ذكرتي في البدايه انا كاين بزاف الناس اليوم ولو تيتشكاو ان عندي حساسيه كذا، حساسيه هذه من بعد الكوفيد، بزاف الناس من الناس تنسمعهم تيقولوا هذا الكلام هذيك. فقلتي اليوم الا جينا نشرحوا لهم الحساسيه ديال الربيع، اشنو الاعراض ديالها، كيفاش كتجي الناس، اشنو الاحساس اللي تيجيهم، نقربهم اكثر. الوغ اول حاجه فاش كتجي الحساسيه هي كيكون مشكل في النيف، سافو دير المريض يا كيحس بالانسداد في النيف، كيكون مره على اليمين مره على اليسار، ولا كيحس بالسيلان ديال الانف اللي كيكون كيقول لك بحال كيقول لك انا ديما مروح، سافو دير هما ماشي سيلان في الاخضر ولا في اللون ديالهم بدل، سي جوست بحال الماء من النيف ديالي كيبقى يسيل بزاف، وتيقول لك في هذه الفتره كتجهد عليا. دونك فاش اصلا ما كيكونش عارف راسو عنده حساسيه، ملي تقول ليه واش عندك حساسيه يقول لك لا انا ديما ضاربني البرد. ميمكنش ديما يكون ضاربنا البرد، لان ضاربنا البرد كيكونوا الاسفراتات مختلفين في الالوان ديالهم، كيكون حكه في الانف ديالنا، حكه في العينين ديالنا، سيلان ديال العينين حتى هما، حكه في الاذنين، حكه في اللها في الحلق ديالنا. كيكونوا الناس اللي كيكون عندهم الحساسيه قديمه كتكون عندهم هذه الحاله، دونك كيبقى كيحاول بلسانو باش نضحك معاك، صح كنبغي ندير هاد الحركه كنتعرف دابا نعلمها لك. الوغ دونك باش تلمو الحلق ديالو اللها ديالو كيهرو، كيحس بديك الهره ما بين الودنين وما بين الحلق ديالو، كيحاول يحكها. دونك هادو هما الاعراض اللي كتكون عند حساسيه اللي ماشي كومبليكي، لا حساسيه نورمال، صافي غير تعرض الجسم المحسس اللي هو لي سوا بولين سوا غبره سوا قرديات سوا الزغب ديال المشاش، واحد كاين بزاف ديال الحساسيات، هاد الاعراض هو اللي كيبانوا عنده. دونك نورمالمون في هاد الحاله ديال هاد الاعراض خاص المريض يشخص. علاش؟ لان هاد الحساسيه الا ما داويناهاش كتقدر في هذاك تتولي بعدا ديجا كتكون هي خفيفه، تتقدر تولي متوسطه، كتولي حاده، تولي عندنا مزمنه. وكاين بعض المرات اللي كتعطينا عواقب اللي هما مثلا التهاب الجيوب الانفيه. علاش؟ لان داك النيف تلمون كيبقى مسدود، الجيوب الانفيه كتنفس من النيف ديالنا، دونك كيولي داك الماء ديالهم راكد فيهم، غيولي عطينا قيح وغيعطينا الم. دونك زياده على السداد في الانف غيولي عندنا الم في الوجه، غيولي عندنا الم قدام الجيوب الانفيه، غيولي عندنا السيلان ديال الماء اللي من الانف ديالنا غيولي في الاصفر ولا مايل الخضوريه، دوكو غنوليو في اون كومبليكاسيون ديال الحساسيه هذه زعما حاده في هذاك الوقت. مي حساسيات اللي ما كيتداووش مزيان كيقدروا يترتبوا عليهم حساسيات اخرين، لان الحساسيه في الاول هي كتقيس القصبات الهوائيه العليا، صافي دي غتقدر تقيس لينا القصبات الهوائيه السفلى وتعطينا ضيقه، تعطينا لازم، دوكو خاص تخيطها مزيان. على مستوى الانف كتقدر تعطينا المشكل ديال الجلود، كنهضرش على الجلود ديال الدراري الصغار تقدر تنفخهم ليهم، مي جلود مرض ديال الناس الكبار هو لا بوليبوز نازوسينيزيان. نعم نقفوا عند الجلود واخا باش ناخذوا مكالمه ديال سي محمد من مدينه الرباط. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك، مرحبا. بغيت نعرفك واش مع دكتوره على حساب الحساسيه، انا اصلا في مريض انا ديال الحساسيه. نعم غير رفع الصوت ديالك شويه محمد باش نسمع السؤال ديالك مزيان. بغيت نعرف الحساسيه. اش من حساسيه عندك ديال النيف ديال العين ديال الودن؟ وديال هذه ديال الربيع اصلا كتكون في البرد ما كتكونش فيا، فاش كيجي الربيع كتجيني الحساسيه، كيبقى يسال الانف ديالي وداك الشيء كيبقى ياكلني. مع ان المهنه ديالي كنزولها يعني بولونجي خبز والبيض وداك الشيء. نعم. يعني بغيت نستشر مع الدكتوره تقول لي يعني شنو زعما نديرو. واضح؟ واضح واضح السؤال ديالك محمد، شكرا لك بزاف محمد. وكل مستمعين مستمعات مرحبا دائما بالاسئله ديالهم على رقمنا اللي هو 0522 36 05 36. مزيان في الاسئله ديالكم تقولنا المهن ديالكم. بيان سور، لان كاين شي مهن اللي كيكونوا متعرضين لشي ريحات، مثلا بحال الصباخ كتكون عنده واحد الريحه مجهده، بحال الجاردينيي كيكون اصلا كيخدم في الربيع، دونك كاين شي مهن خياط تما ما كيقطعوا الثوب، دونك فاش كيجيو اصلا فاش كتسول مع المهنه حيت خاصهم شي حوايج اللي يستعملوهم في الخدمه ديالهم باش ينقصوا من الحده، حيت الحساسيه راه مرض مزمن، عمرنا ما غنداويو الحساسيه. مي هو كيبغى ابتعاد عن جسم محسس، لي فيكسيون دو لاليرجين، دونك ملي كتبعد من داك الجسم المحسس كتقلل من دوك الازمات اللي غيجيوك ديال الحساسيه، وخاصك تكون كيما هو طلب منا الاستشاره محمد. وي دونك خاصو يداوي الحساسيه. وكيخدم في الباتيسري ما عرفناش واش جيت الفران واش في كيبيع. اون جينيرال اون جينيرال غيكون معرض للبرد والسخون، ولكن هو قال لك في هذه الفتره ديال الربيع. صح. دونك بالنسبه للفتره ديال الربيع باش يزيد يحدد مزيان خاصو يدير هذوك لي تيست ديال الحساسيه باش نعرفوا واش عنده مثلا ديال لي بولين، حيت هذيك عندها الدواء. واه نقدروا نداويوها هي وديال الزيتون.
دونك كاين كنسميوها حنا ليمونوثيرابي، هما واحد الدواء اللي كندخلوه للجسم ديالنا باش الجسم ديالنا بحال كيتعرف على داك الجسم المحسس وما تيبقاش ملي يتلاقى معاه ما كيبقاش يدير لنا هذوك الاعراض ديال الحساسيه. دونك من الاحسن انه يشخص يمشي عند الطبيب يشخص ضروري، حيت ملي كيكون واحد كبير وعنده مشكل ديال الحساسيه قديمه ضروري خصنا نديروا المنظار للانف باش نشوفوا الانف ديالو واش فيه شي مشكل، واش فيه كما قلنا جلود ولا شي حاجه اللي خاصها دار لها عمليه. مي سينو اذا كانت غير حساسيه بوحديتها غادي يدير لي تيست كوتاني يعرف اكزاكتومون علاش عنده الجسم المحسس، وديك الساعه سواء غيداوى كما قلنا بليمونوثيرابي سواء غياخذ الدواء ديالو الحساسيه في هذه الفترات ويبحث من الاجسام المحسسه. ممتاز، دائما مكالماتكم مرحب بها على 0522 36 05 36. خليده من اكادير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله جميله، صباح الخير. صباح النور، واش الاسم صحيح بعدا؟ الاسم ديالك صحيح حتى السيد اللي قدر عندي مكالمه. لا فهمتي، انا بقيت كنقول واش خديجه واش هذا. مرحبا خليده، مرحبا. ربي يخليك يا مدام جميله، كي دايرين على خير؟ الله يحفظك ليا، مرحبا. الله يخليك، بغيت نسول الدكتور راني معاك اذا ممكن. اييه ممكن، مرحبا. دكتور صباح الخير. صباح النور. الله يخليك، انا عندي حساسيه بحال دابا كي قلت في بدايه البرنامج اذا فقت غير نحط رجلي من الفراش نبدا نعطس، الا ما كايناش الشمش كنبقى نعطس حتى تدخل الشمش. هادشي ولفت عليه الحكا بين حلقي ودنياتي، قلتي كنبقى ندير ديك هكا الحركه. ولكن دابا مؤخرا نقول لك واحد 6 شهور ولا 8 شهور شهر 3 شفت الطبيب ديال الانف ولا حلق الحنجره، وقع لي واحد المشكل ما فهمتوش، فمي ناشف ماشي كيستيون ديال عطاش بغيت نشرب ولا شي حاجه، لا ما فيهاش الريق، وحاشا في جناب فمي تكون ليا واحد الماده مخاطيه بحال العنيف بلا حلقي حلقي. ملي شافني الطبيب دخل عطاني الدواء نقصات وفي الكونترول حيدات قال لي الحمد لله، حبست الدواء رجع كلشي ما عادش نمشي. نعم، وعندك انسداد في الانف هاد الفتره اللي مشيتي عند الطبيب؟ لا لا لا. وفي الليل كتشخري؟ والله ما نعرف. كتنعسي بحال فمك؟ كتنعسي بحال فمك؟ كتنفسي فمك؟ اذا كنت مروحه اي اذا كان فيها بكري والتنفس عادي التنفس ديالي العادي كنتنفس من فمي. اوكي لو كان عندك الماده اشنو قال لك الطبيب؟ اشنو قال لك؟ قال لي هو ميكروب خليك في حلقك. ميكروب واخا واضح السؤال ديالها ولا عندك لها شي سؤال؟ فاش مشيتي عند الطبيب دار لك المنظار ديال الانف؟ دار لي ديال الانف وكنلقاه نورمال ما كان فيه لا جلود لا والو. لا لا ومن شاف لي حلقي لقى سقف بحال ما مضروب بالسكيمات داكشي مخاطي بحال ديال النيف داكشي حلقي بحال تاع النيف. كان بيض ولا خضر؟ كان بيض. اوكي بيض غادي بحال قلتي غادي شويه صفوريه. واخا لا سامحش ما واضح. شكرا لك بزاف خالده على السؤال ديالك. شكرا لك، الله يحفظك ليا، الله يحفظك ليا. شكرا لك. كلمنا على السؤال ديال السي محمد، قلنا له اشنو خاصو يشوف. دابا السؤال ديال السيده اللي قالت لنا عندها المخاطر خالده من اكادير، تكلمت على ان عندها حساسيه، حتى هي كتعطس الصباح كتبدا تعطس كتبان الشمس. قالت لك مؤخرا بالتشخيصات قالت لقات اللهه ديالها اولا الفم سقف الفم ديالها في واحد المخاطر اللي هو اللون ديالو بيض غادي شويه صفوريه، قال لها ان كاين ميكروب الحلق طايب. اشنو نقدروا نجاوبوا على هذه المساله هذه؟ الوغ سي نورمال، حيت هي قالت لنا واحد الجمله اللي هي ما خصهاش تقول لنا، قالت لنا مني حبست الدواء خديت الدواء وليت مزيح حبست الدواء. الوغ ما خصهاش تحبس الدواء، يعني الدواء ديال الحساسيه عند واحد الفتره. حيت شنو هو المشكل ديالها؟ قالت لنا كنعس في محلول، دونك هي الحساسيه تدير الانسداد ديال الانف، كنعسوا بالليل سادينني سادين حالين فمنا لان النيف ديالنا مسدود. حنا نورمالمون خصنا ندخلوا الهواء من نيفنا باش كيتخيطا باش كيدخل ل 37 درجه ديال الجسم ديالنا. دونك ملي غنحل انا فمي في الليل مع شحال الدرجه ديال الحراره شحال واش 10 12 هذا كتدخل الجسم ديالي كطيب ليا الحلق ديالي كيتنشف ليا، حيت قالت لنا نشوف هي في الفم صح. الحلق ديالها طايب وفي سك افرازات، حيت هذوك الافرازات داك المخاط كيقدر يخرج لينا من الامام كما كنقولوا حنا افرازات ديال النيف ديالنا ملي كنمشيو كنخرجوهم كنقدروا نسرطوهم كاينين كنقولوا الاماميه والخلفيه. دونك هذيك الخلفيه هي اللي خرجت ليها في الفم ديالها ولصقات ليها في اللهه ديالها ودارت لها التهاب. دونك بالنسبه ديالها هي مشات عند الطبيب شخص ليها قال لها المشكل غير حساسيه، دونك ما عندهاش شي حاجه اللي سد النيف ديالها، ما قروش عواج ما جلود ما شي حاجه اللي خاصها تخيطيهم زعما بعمليه. دونك خاصها تتبع الدواء ديالها تبعد من الاجسام المحسسه وتخلي داك البخاخ ديالها اللي عطاها الطبيب، حيت غيكون عطاها البخاخ ديال الانف باش يحل ليها الانف وغيعطيها مضاد ديال الحساسيه لونتي استامينيك. دونك هذوك الدويات اللي عطاها كاملين كتحبسهم كتساليهم، مي هاد جوج لا
دونك غتخلي واحد المده لي ريغولاتيف ديالها شهرين ولا 3 شهور هذيك الرشاش بما ما يتقاد الجو. مثلا دابا الا خداتهم في افريل راه افريل ما يحتاج جوا تيبدا يسخن الحال عاد تحبسهم، ولكن اون فوا يقرب الخريف عاوتاني فاوت خاصها تبدا عاوتاني تريتمون ديالها باش ما تحبسش الحاجه بيان سور. دونك واضح ناخذ مكالمات دائما. سي احمد من وتزم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي تفضل. مرحبا بك سيدي، نستشر معك دكتور. نعم مرحبا. على حسب كنحكي عينيه بزاف وانا فيك كيكون مسدودين ليا وكنحس بضيق التنفس شويه. هاد ضيق التنفس كتحس به من الانف ديالك ولا من الصدر ديالك؟ من سميتو من الصدر ديالي. اوكي، وعمرك فايتلك سمعتي الصدر ديالك بحال فيه بحال الفراخ كيصفر؟ اي اختي. عمرك مشيتي للمستعجل باش درتي الاكسجين؟ مشيت لك ماشي هذا الخطر العام الاول. اييه، وهذا الشيء عندك قديم ولا يلاه ولا؟ لا عندي هذا الشيء قديم ولكن ديما في هذا الوقت كيجيني هذا الشيء. واخا سيدي، ديما في الوقيته ديال الربيع. ديما في هذا الوقت ديال الربيع اختي. نعم، عمك دوزتي عند طبيب مشيتي؟ دوزت. اها، اش قالوا لك؟ شي دواء. ولكن اش قالوا لك عند التشخيص؟ لا قال لي عندك الحساسيه. ديال عمرك شفتي الطبيب ديال الصدر؟ لا ديال الصدر ما عمر مشيت عندهم. واضح واضح. السؤال ديالك سي احمد من واتزم، اكيد شكرا لك وتبقى معنا في الاستماع رجاء. شكرا موصول لكل مستمعي ومستمعات اللي مرحبا دائما بالاسئله ديالهم على 0522 36 05 36. نكملوا دائما في الاجابات دكتور رجاء هايم. دونك محمد من اكادير، الحساسيه فوالا ديال الشمس وديال ان ملي كيحك شي صباح الحيط او لا. الحساسيه حنا اش كنقولوا تيهان داتوبي صافي، ديك حساسيه كتعيط الحساسيات واحد اخرين. نعم. دونك يقدر كل انسان عنده مثلا حساسيه غير ديال الانف، تقدر تكون عنده غير ديال الجلد. هاد السيد اللي عنده مشكل ديال الجلد غيكون عنده مشكل من الصغر ديال غير هو ما كانش منتبه ليه. صح. لان باش تكون عندنا حساسيه الجلد كتكون عندنا من الصغر، كيكون عندك جسم الجلد ديالك حساس، غيلاحظوا حتى الامهات في الاطفال ديالهم يا دغيا كتشد فيه كيحمر، يا الا بدلات ليه غير ليكوش كيدير ليه مشكل. صح. بدلات ليه لاكخيم كدير ليه مشكل، بغات تعطلات فيه لاكوش، استعملت ليه شي لانجات ولا شي حاجه اللي ما عمرها سمعته. دونك كيكون ولا الجسم ديالو كيتقشر ولا بدلات ليه شامبو دغيا ولا شامبو ولا حدا فاش كنكبروا الا بدلتي غير صابون، واخا يكون صابون نورمال غير ديال الدار. تغسل بيدك كتلقاو ولا السيدات اللي كيشقاو في الدار كدوك لي برودوي اللي كيستعملوا. دونك ملي كيكون عندنا مشكل ديال الحساسيه خصنا نبعدو من داك الجسم المحسس، وكتكون الجسم ديالنا خصو ضروري يشوف الطبيب ديال الجلد. أكيد. وكتكون هاد الناس كيخصهم الترطيب المستمر، لان ديك الجلده الفوقانيه كتكون عندهم حساسه دائما خصهم يرطبوا الجلد، كتكون ناشفه شويه، كتكون ناشفه داكشي خاص المرطب الدواء ديالها هو الترطيب. ولكن تدير ليه التشخيص الطبيبه وتقول لي ايفيكتيفمون حساسيه، صافي ما عندوش شي مرض اخر ديال الجلد كيعاني غير من الحساسيه، ديك الساعه كياخذ مضاد الحساسيه كفانيل وكيدير المرطبات ديال الجلد ديالو. نعم، وخاصو يبعد على الحاجه اللي كتحسي لها. الا ما كانش خدام زعما المهنه ديالو صباغ احسن يبعد من الناس، ما يكونش شي واحد كيصبغ هو ما يمشيش حدا باش ما يتكونش شي مشكل. وبالنسبه للحراره داكشي علاش خاصو يشوف الطبيب ديال الجلد، باش الا كان غير مشكل الحساسيه حيت يقدروا يكون امراض الجلد اخرين اللي كيعطيونا حكه. صح. ما نقدروش نحكموا الا ما شفنا شنو هي الحاجه ولا ما شفناش الاختصاص. حنا غير قربناه اشنو الحاجات اللي يقدر انه يسول عليها. ممتاز. نجاوبوا على السؤال ايضا ديال سي احمد من واتزم. الوغ سي احمد الحساسيه ديال العين، الانف مسدود، ضيق التنفس، صدره كيصفر في كثير من المرات، ديجا سبق له دار اكسجين في المستعجلات. دونك بالنسبه للسي احمد المشكل ديالو هو يكون كانت عنده حساسيه وتطورات ليه الضيقه، لان باش يولي عندك الصدر ديالك كيتزر باش توصل للمستعجلات دير الاكسجين وتسمع الفريخات في الصدر ديالك صافي ديك كدير ديك كريز دازم. ما نقدروش نحكموش هو ازماتيك لان خصنا نعرفوا شحال من كريز دارها وكل شيء. من المستحسن غيشوف الطبيب ديال الاذن والانف والحنجره ويشوف الطبيب ديال الصدر، لان الطبيب ديال الاذن والانف والحنجره ما كيتريتيش لازم. صافي ديك حنا ملي كنوصلوا تنسمعوا هذه الجمله عند المريض غناخذوا حنايا اون شارج ونتريتيو ليه الحساسيه ديالو، ولكن خصنا نصيفطوا عند الطبيب ديال الصدر ضروري تاو تيدير ليه فحوصات باش كنعرفوا، حيت المريض ديال الضيقه خاصو دائما تريتمون، كيكون عنده دواء ديال الحاله اللي كتجي ديال لاكريز وكيكون عنده ان تريتمون دو فون اللي تياخذو ديما باش ما يبقاش يدير بزاف هاد المشاكل ديال الكريز ويمشي بهم المستعجلات. بالنسبه للانف ديالو والعينين اذا كان غير مشكل الحساسيه ملي غيشخص ليه الطبيب غيعطيه الدواء وغيدير ليه التيست وغيعرف هو علاش حساس باش يبعد منهم. وفترات في العام اللي تيكون شونجمون دو كليما اللي كتجي فيهم هاد الحساسيه الموسميه خاصو يكون هو سو تريتمون باش ما يبقاش يدير هاد لي كريز. واضح. تكلموا على الحساسيات وخاصه كاين حساسيه دابا اللي ربيع، ولكن كاين بزاف الناس اللي كيعانيوا من حساسيات اخرى. دائما رفقه دكتورة رجاء هيم اللي اختصاصيه في امراض الاذن الانف والحنجره. جميله النقطه اللي شرتي لها قبيله فاش تكلمتي على انكم في التخصص ديالكم تتريتيو مثلا الحساسيه اللي كتجي الانف الاذن الحنجره، ولكن شي حاجه ملي تيوصل الانسان للضيقه خاصو يمشي عند الاختصاصي في الامراض الصدريه. وي باش هكا كيكون التشخيص سليم. باش كيكون التشخيص سليم وكيكون الدواء ديالو سليم، لانه كل واحد متخصص في
في الجهاز ديالو. دونك حنا كنداويو المريض من الحنجره الفوخ من الحنجره لتحت، خاصو ضروري الصدر ديالو القصبات الهوائيه ولي بومون ديالو. علاش؟ باش يكون ان تريتمون لي ادابتي اخصائي في الدومين ديالو يعطيه التريتمون ديالو ادابتي، ديك الساعه كنكونوا خدامين بجوج. نعم ممتاز الهام، شكرا لك، الله يحفظك. شكرا بارك الله. بالعكس، مرحبا مرحبا، شكرا لك وشكرا موصول ايضا لكل المستمعين والمستمعات. مرحبا بالاسئله ديالهم مازال على 0522 36 0536. وصلنا نيت نجاوبوا على السؤال ديال سي احمد، حنا جاوبناه شنو ممكن يدير من واتزم. الهام الوغ بالنسبه للمدام الهام يقدر ايفيكتيفمون ضربها البرد، حيت في الاخر شارت لينا انه كيخرج لها العمش. صافي ما عرفتش واش عطاها التريتمون باش تغسل النيف ديالها وباش تحل لينا النيف ديالها، لان العين كتنفس لينا من النيف. حيت هي مشات عند طبيب العينين، ولكن في الاول قالت لنا مشات عند شي طبيبه على ود فوالا على البرد، هذا التريتمون ديال غير البرد. دونك بالنسبه للعينين مني كنقص صافي تكمل تقطير العينين، حتى ديك مضاد ديال الحساسيه هو تقطيره اون جينيرال. الا هضر لي على حساسيه غيكون عطاها انه على الشكل الفني اللي كناخذوا الحساسيه كيكون قطقاطر. دونك الا كانت قاطر حيت هو بالطريقه باش غيقول لها الحساسيه، هما ملي تيقلبوا حتى هما تيبان لهم القرنيه، تيبان لهم داكشي كيشخصوا الحساسيه كيفاش غيبان ليه في ليكزامان ديالو. دونك ملي يشك في الحساسيه تقدر تكون عندها حساسيه، تقدر تكون خدمات بشي برودوي شي حاجه في هذوك الايام اللي اثر لها على العوينه ديالها. دونك تكمل التقطيره ديالها، ترجع تشوف الطبيب فاش قال لها ترجع عندي باش عاود تقلب العين ديالها باش تشوف واش العين ما تاثرتش بالحساسيه، لان بكثر ما كنحكوا كتخدش لينا العوينه وهذا كيكون عندنا اضرار من بعد. بالنسبه للعوينه، العوينه قالت لي كتعمش ليها، دونك في هذه الحاله خصها تخيطي مزيان النيف ديالها باش من بعد عاد نحكموا واش هذا الشيء غيبقى ولا غيرجع لها من بعد، باش تعرف واش عندها حساسيه حيت اول مره غيطرى لها. دونك تغسل النيف ديالها مزيان ودير ليه شي تقطيره باش يتحل النيف ديالها، باش ما يبقاوش يخرجوا لها ديك العميشات، لان حتى العوينه كتسوفري من النيف ديالها اللي مسدود. نعم ممتاز. الربيع تكلمنا على ان الناس يعني كاين الحساسيه اللي يعني كتسعال الجهه في الانف مسدوده وجهه لا سيلان ديال الانف، الحكان ديال العينين، بزاف ديال الامور. هنا الناس اللي كيحسوا بهذه الحساسيه الربيعيه الا كان اول مره غيحس بها، شنو الحاجات اللي ممكن انه يدير؟ شنو الحاجات بحال مثلا تكلمتي على الزيتون، تنتكلموا على الناس اللي كيسكنوا في جهه مكناس او كيف كنقولوا عاصمه الزيتون او العاصمه الاسماعيليه، فوالا كاينين البلايص اللي فيهم النخيل وكذا، كاين بزاف ديال ابني من لال دونك بزاف، ولكن قلتي هاد الحساسيات كيطريطاو يعني كاين الادويه ديالهم. دونك الناس هنا شنو الحاجات اللي خاصها دير؟ مثلا انا ديجا واخده الدواء ديالي وعارف مثلا عندي حساسيه، شنو الحاجه اللي خاصني ندير ملي كيقرب الربيع؟ لا دابا بالنسبه للدواء ديالهم هذا الاخر اللي هضرنا عليه ديال مثلا لي بولين ولا ديال لي زوليفي، هما سميتها ليمونوثيرابي. دونك هاد ليمونوثيرابي كتمشي بعدا دير في الاول تيست كوتاني تعرف راسك ايفيكتيفمون شنو جيت محسس. اذا كان دابا ولا عندنا دوايات ديال الحساسيات بحال دابا لي بولين بحال دابا ديال الزيتون، واحد الدوايات اللي غنبداو ندخلهم ديجا فواحد لي بيريود فوالا قبل يعني قبل هما شحال هادي كانوا دي زانجيكسيون اللي كتمشي عند الطبيب في الاول شاك 15 جوغ، من بعد شاك موا، شاك 6 موا، ولا في العام، حتى كدير تسميوها دي سونسيبيليزاسيون. صافي كتدخل هذاك الجسم المحسس باش الجسم ديالك كيتعرف عليه وما كيبقاش يدير لك مشكل. دابا ولا عباره عن قطرات اللي كيقدر المريض في الاول اول مره اللي كديرهم في العياده، خاص تكون في العيادات تكون مع الطبيب باش ما ديرش لهم شي حساسيه ولا شي حاجه. نقط كيديروا تحت اللسان، دونك يقول لك شحال من نقطه وامتى كتستعملهم. ولكن هاد الدواء مثلا في الزيتون عنده واحد الفتره كيقول لك الطبيب ديالك امتى غتبداه، ملي كدير ديك الفتره ديال الزيتون امتى غتحبسه. مثلا بالنسبه للبولين كتاخذوا مده طويله، ولكن هذاك الدواء الا تبدا مثلا في لي بولين راه كتاخذوا واحد 4 سنين كونتينو، خاصك تاخذوا ما تحيدوش حتى نهار. صح. دونك الا حيدتي بحال كتنقص من اللي كيفيا كاس ديالو بحال ما غيخدمش لك. دونك ضروري تشوف الاختصاصي اللي كيدير لك هذاك لو تيست، ومن بعد كيقول لك شنو هما الدوايات. هادشي كنهضروا على ابار الدوايات الاخرين اللي هما مضاد الحساسيه اللي كتاخذوا على شكل اقراص ولا على شكل بخاخات اللي تيحلوا لينا النيف ديالنا. دونك هنا ممتاز، هنا هي الحساسيات. والناس مثلا اللي اول مره واش هما غيديروا هاد نفس التريتمون اولا فعلا خاصنا نبعدوا البلاصه ديال التحسس، البلاصه اللي فيها هاد الحاجه اللي كتهيج لينا الحساسيه؟ هو الحساسيات راه مراحل ترتيب عندهم حتى هما خفيفه متوسطه وحاده، وكل وحده التريتمون ديالها كيختلف على الاخرى. ولكن اون جينيرال سي خاص الواحد يبعد من الجسم المحسس. حتى دابا المشكل ديال هاد لي بولين وديال لي زوليف واخا تيكون داك الشجره بعيده عليك صافي ديال ماشي في داركم، هذاك الريح كيجيبها على بعد امتار. دونك هذاك المشكل الا كان في لونطوراج ديالك راه غيسبب لك بزاف ديال المشاكل. انا كنت سمعت واحد الصراحه واحد المعلومه كان جو بونس باش كنت الدكتور اللي كان معايا ديال ان واحد الشخص كان كيسكن في واحد البلاصه اللي فيها هادو حبوب اللقاح وهذا سورتو ميموزا، واحد لا بلونط ميموزا كتمشي بعيد، فهو كيوصل ملي كيوصل داك الوقيته كيبغي يحيد من البلاصه، فهو سافر
فهو سافر وغادي في الطريق، فغادي في الطريق اللي فيها فعلا الاشجار وهذا، ففي نفس الوقت شداتو لا كريز هو كاين في يعني في الحافله ديال 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 السفر يعني كاين في الجو فوالا، لان الناس كيسحابوا لا صافي غير لبعتي في ديك اللحظه راه كاينين كيف قلتي اشجار اللي التلقح ديالها كيطير مع مع الهواء كيمشي كيمشي مع مع الهواء، فبالتالي الانسان خاصو يرد البال من الاول يعني انه يدير استباقيا هاد الامور كلها اللي قلتي دكتور. الله يبارك فيك. اختصاصيه في امراض الاذن والانف والحنجره كنتكلموا على الحساسيه، وشكرا لكم بزاف على الاسئله ديالكم القيمه، لان كل سؤال خلانا نتفصلوا بشكل كبير في الحساسيات اللي راها موجوده، وشفنا ان كاين ناس مازال كاين الخلط، مازال الناس ربما كتعاني. توقفنا عند السؤال ديال مدام زينب من اكادير اللي تكلمت على الوليد ديالها، تكلمت على انه هي قالت حساسيه ديال الصيف وقالت الشخير، اشنو نقدروا نجاوبوها بعدا؟ الوغ بالنسبه لها حيت قالت لكم دائما نفس الجمله غتسمعها عند جميع الناس اللي عندهم الحساسيه ولا الاباء اللي عندهم اولادهم الحساسيه، مني كنحبس الدواء راه كنولي كيما قلنا الدواء كيما كيقول لك الطبيب، راه ملي كيكتب لك لوردونس ديال الحساسيه راه كيقول لك هذا 3 شهور، هذا شهرين، هذا شهر، ماشي غير تبدا تحس بتحسن عند الطفل ديالك وتمشي تحبس الدواء، خاصك ديك هو عارف ديك المده اللي في هذاك شونجمون دو كليما كيكوفريها لك بلو تريتمون، دونك مني يقول لك الطبيب تبع الا حبستيه قبل راه غتحس بالدري كيرجع قبل بحال، ودائما هذاك الدويات خاصهم يكونوا في نفس الفترات اللي قلنا فاش كيتغير الربيع وفاش كيتغير الخريف ضروري. هي قالت لنا عنده مشكل ديال في الحراره، دونك هو عنده مشكل في الصيف يقدر يؤدي به هذا المشكل ديال الحساسيه، يقدر يؤدي به للرعاف فوالا، يقدر الرعاف. علاش؟ حيت الناس اللي كيبقاو يحكوا نيفهم بزاف كيتطقوا واحد العريقات اللي عندنا هنا القدام في النيف ديالنا، هذوك العريقات هما صغارين ولكن الكميه ديال الدم اللي كتخرج منهم كتخلع الناس. عاوتاني المشكل ديال انه كيبقى يحك بزاف النيف ديالو يقدر يعوج القروش، شحال من واحد كيجي باش يدوس كتلقى عنده القروش عوج، كيكون عنده عمره ما طاح، ولكن كيقول لك انا ديما فيما كنفيق كنبقى نحك نحك نحك، دونك هادو حوايج اخرين اللي يقدروا يطراو ليه في الصيف ودغيا يوليو عنده عواقب اخرين، يولي كل مره غير يعطس ليها يرعف. علاش؟ لان ديك البلاصه كتفراجيليزا. نعم، حتى القضيه ديال القروش ملي تيعوج راه كيولي كيحتاج العمليه بيان سور ديال التقويم يعني، وحتى الانف راه كيبدا يبان كيبان مع المده. هي فاش كنشوفوا بزاف الوليدات ربما ولا بزاف ديال الناس النيف ديالهم كنلقاو كيتم محدو تيكبر وكيبان لنا النيف انه كيعوج، وديما كيتسول واش تحتي هذا دائما السؤال، والناس اللي عندهم حساسيه هما بكثره الحكان تيعوجوا هذاك القروش وكيعوج لهم اللي هو تيحتاج التقويم بعمليه. وعاد كاين المشكل اللي قالت لنا ديال الشخير، سي نورمال الشخير الا كان دري صغير كما كنقولوا ديما على ود الجلود ديال الصغار اللي هما اقل من 8 سنين 9 سنين كيتنفخوا ليه غيتسد ليه نيفو غيشخر وتيدير لنا هذاك التوقف التنفس عند النوم عند الاطفال. نعم، دونك خصنا نتريتيو الحساسيه، واخا نحيدوا الجلود عند الاطفال كنتريتيو الحساسيه، لان الا كان السبب ديال الجلود هو الحساسيه راه غيبقى داك الدري يشخر ويقدروا يرجعوا لنا الجلود. نعم، وهاد الدراري اللي كيكونوا كيشخروا نهضروا على الصغار عاد نهضروا على الكبار كيكون عندهم مشكل كيديفورما لي من الفم ديالهم، تتولي تشوف ولد كتعرفو كيشخر على الاخر، علاش كتعرف الوجه ديالو كيولي بحال طويول بحال هذوك العظمه كيتجبدوا ليه كيتجبد وكتولي عنده الفجه وتولي عنده اللها مبوق، صافي ماشي بحال اللها ديالنا لانه كثرت ما كيجر، دونك كيكون عنده بزاف المشاكل حتى بعض المرات حتى في الفك ديالو العلوي ما تيبقاش كيتسد مع السفلي، كيولي واحد زيد فوق ولا اخر زيد لتحت، دونك كيولي عندنا مشكل ديال لارتيكولي ديال السنينات ديالو ديال التنفس ديالو، دونك نتريتيو الحساسيه باش ما نوصلوش لهذا الشيء. نعم، بالنسبه للناس الكبار يقدر يجيهم مشكل ديال الجلود ديال الكبار اللي هما الحيمات اللي تيتكونوا لنا في النيف ديالنا اللي كيحتاجوا لعمليه جراحيه قليل كنديروا لهم غير الدواء اذا كانوا يلاه بادين، حيت محدهم ما كيطوالوا مع الوقت كيولي المرض كيدير اتشن كيعطس كتهبط ليه هما دايرين بحال شي عنيبات. نعم، داكشي كنقول ماشي حبوبه حيت كيكونوا حبوبه في النيف ليس الامراض خايبين، مي هما عندهم مشكل ديال بحال شي عنبه حيت الغشه ديالها تيكونوا ترونسبارون، دونك ملي كيعطس السيد الا ما كانش عارف راه عنده تيولي تيقول لك راه ملي كتعطس كتهبط لي واحد اللحمه كندير عاد كنطلعها، دونك اللهم نداويو الحساسيه باش ما تكونش لنا عليها الضيقه، باش ما تكونوش لنا عليها مشاكل اخرين، باش ما نوصلوش الرعاف، ما نوصلوش الشخير، ما نوصلوش الجلود، ما نوصلوش الفتح، وما نوصلوش لهاد التشوهات اللي قلتي على مستوى ديال الوجه ديالنا ولا ديال النيف ديالنا. نعم، واللي ملي تتكلمي على الشخير راه كنعرفوا حتى الشخير ربما علامات ديال ان الانسان اللي كيتوقف له التنفس اثناء النوم. توقف التنفس عند النوم ودي كنقولوا توقف التنفس هذا كنهضروا عليه حلقه اخرى، يقدر الانسان فعلا يفقد الحياه ديالو يعني كيقدر الا كان عندنا في ذاك المشكل ديال توقف التنفس عند النوم، الا كان الانسان عنده مشكل ديال الطونسيون كيزيد ما عنده
عندوش كيقدر يعطيه مشكل ديال لاطونسيون. و الا كان عنده مشكل ديال طونسيون كيتاثر ليه القلب ديالو. هما الناس اللي كيكون عندهم كيديروا الصمامات وكيكون عندهم بنت عندهم طونسيون على كبر صافي حيت هو شحال هو كيسوفري داك لو كور ديالو كيمرض. الا عندهم السكر في العائله كيقدر يجي داك السيد السكر كيقدر يجونا جلطات وحنا ناعسين. نعم دونك لان الجسم ديالك ما كيرتاحش في الصباح وما كيرتاحش بالليل. دونك بوغ لي جون هو ناعس ولكن الجسم ديالك راه كيحارب راه كتوقف ليه التنفس. المخ ديالك كيدير واحد لي ميكرو ريفاي باش يفيق باش كيطلع لك نسبه الاكسجين. دونك داك الجسم كيسوفري في النهار وفي الليل سي نورمال غيدير لنا بزاف ديال المشاكل ويقدر الله يستر ديالنا حتى المخصيبي تيكون واحد ناعس يدير جلطه ويموت. نعم دونك انا ختم بهذه الجمله علاش سمحوا لي جمله شويه كتخلع ولكن التحسيس اكثر فقط يعني ان ماشي غير الشخير او هذا هادشي علاش بزاف الناس ربما في الدار ديالهم اللي تكون كتشخر خاصك تسول حيت كاين مثلا اللي مزوجين غيكون شخير وراثي شخير ماشي وراثي خاصنا نتابعو الشخير عطينا ملي قلتي وراثي غنرجع لواحد النقطه انا كنا كنسمعوها صراحه كنت بغيت نختم بالاولى لكن نختم بهذه معاك علاش ما عرفتش واش كتسمعوا ولا لا كيقول لك الا كان شي واحد كيشخر ما خاصكش تقيسو حيت غادي عادي عاديك غفيقو لانك تقدر تفيقو يكون داير لابني دو سومي تفيقو ويتنفس مزيان وتعتقو بيان سور شخير ماشي وراثي ولا فيقتي شي واحد ما كيعاديكش ممتاز دونك هذه حسن شكرا لك بزاف دكتوره رجاء هايم انت اخصائيه في امراض الاذن والانف والحنجره على الوقت ديالك القيم على المعلومات وعلى الاجابات ديالك لكل المستمعين والمستمعات اللي كانت الاسئله ديالهم دائما كيف العاده في المستمع الرفيع ما شاء الله عليهم على مستمعينا. شكرا لك نتلاقاو ان شاء الله في حلقه ماجيه ونتكلموا على مواضيع دائما كتخص التخصص ديالكم. شكرا لكل المستمعين والمستمعات.